بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش على يوتيوب. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. حلقة جديدة فيها مفاجآت وحصريات وانفرادات من العيار الثقيل. تعالوا يلا ندخل في الموضوع الاول بتاعنا وهو نشوة الانتصار. منتخب مصر الاولمبي والجهاز الفني والاداري والطب والجماهير المصرية عايشين نشوة الانتصار على باراغواي بضربات الجزاء الترجيحية وتأهل مصر للدور قبل النهائي في الاولمبي جيمز دورة الالعاب الاولمبية في باريس. ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يوم الاثنين هيلاعب المنتخب الفرنسي صاحب الملعب وصاحب الارض وصاحب الجماهير وصاحب كل حاجه، واللي اكيد اللجنه المنظمه هو طبعا منتخب فرنسا، منتخب كبير اصلا يعني، ولكن اكيد هيبقى فيه طبعا اللجنه المنظمه والكلام ده كله. خروج فرنسا هو مهدد بشكل او باخر للبطوله، فربنا يستر على رجالة منتخب مصر وفريق منتخب مصر. مصر مع فرنسا والمغرب مع اسبانيا اللي مصر كسبتها، فهل ستتحقق المعجزة اللي مش هتتكرر الا بعد 100 سنة ويبقى منتخبين عربيين افريقيين في النهائي، نهائي الاولمبيك جيمز؟ مش عارف، تبقى حاجة حلوة قوي. او بقى ممكن يعني مصر والمغرب يكونوا يلعبوا على الثالث والرابع، وده ما تمنهوش، ولكن ان شاء الله باذن الله مصر والمغرب يصعدوا للدور النهائي في دورة الالعاب الاولمبية. عاوز اقولك ان خلاص مصر بتنتقل طبعا بالقطار الى المحافظة التانية او المدينة التانية اللي هيتلعب فيها، اعتقد في ليون حاجة زي كده اللي هيتلعب فيها المباراة. عاوز اقولك كمان ان زيزو بنسبة كبيرة هيكون مهدد بالغياب عن المباراة دي. الضمة بتاخد لها حوالي اسبوع 10 ايام، فزيزو ممكن يلحق مباراة النهائي او الثالث والرابع. ان شاء الله تكون النهائي، زيزو ممكن يلحق المباراة اللي بعد كده اللي هي تكون مباراة الميدالية، ولكن بنسبة كبيرة زيزو مش هيكون موجود في المباراة دي. اعتقد بقى ممكن يكون ميسي هو اللي هيكون موجود بديلا لزيزو. بمناسبة زيزو عاوز اتكلم على موضوع معين. امبارح زيزو كان بيهزر مع حمزة علاء، وكلنا شفنا اللايف ده. زيزو كان فاتح لايف على الموبايل بتاعه. يمكن اكتر لعيب احتفل بصعود مصر هو كان زيزو. ليه؟ لانه عليه ضغوط كتيرة، لان في مصريين لابسين طاقية صغيرة نانا ناهينا نانا عايشين معانا في مصر، انتوا عارفينهم، جمهور تابع لاحد الاندية لابس الطاقية الصغيرة دي وبالخبيبي ومش خبيبي. زيزو عليه ضغوط جامدة من هذا الجمهور، جمهور الكيان اللي موجود معانا في مصر. زيزو مضغوط عليه بشكل كبير، فطبعا كانت سعادته غير طبيعية، وخاصة انه كان هو اللي مساهم في هدف التعادل بتاع ابراهيم عادل. فزيزو مضغوط، فتح لايف وقعدوا طبعا يغنوا اللعيبه مع بعض وضحكوا ويهزروا والدعابات الجميله دي، ولكن في لقطه ثواني تبين لك ان انت عايش في وسط فعلا نن نهينا نن الطاقيه الصغيره دي. زيزو ماسك حمزه علاء، فحمزه علاء بشكل تلقائي، وخلي بالك اللي بيخرج بشكل تلقائي هو ده الحقيقه. حمزه علاء بيقول لزيزو والله احسن لعيب في مصر، والله احسن لعيب في مصر. راجل بيحلف بالله ان زيزو بالنسبة له افضل لعيب في مصر. فزيزو بيقول له ايه؟ لان زيزو فاهم الكيان اللي بيلعب له هذا اللاعب. زيزو بيقول له يا عم هتودي نفسك في داهية، يا عم هتودي نفسك في داهية، يا ابني هتودي نفسك في داهية. هو زيزو عارف انه اول ما حمزة علاء هيقول كده هيودي فعلا نفسه في داهية. زي ما خالد عبد الفتاح مرة كان في برنامج تلفزيوني وقال ان انا لو مشيت من الاهلي هكون مرحب ان انا العب في الزمالك. قعدوا شهور خالد عبد الفتاح ده ما بيلمساش ولسه لاعب قريب. ده يوريك العقليه اللي معانا في الكره المصريه. نادي بجماهيره عندهم عقليه العصافير، عندهم عقليه العصافير. شابوه حمزه علاء وشابوه زيزو، وان شاء الله كل التوفيق ليكم كلكم.
بخصوص حمزة علاء، بشوف ان في صفحات زملكاوية كتيرة بتتغنى بحمزة علاء اوفر. نفسي تخلوا عندكم دم الصفحات الزملكاوية دي. هل في صفحات اهلوية بتتغنى بزيزو؟ ده تقطيع فيه ليل ونهار. هل في صفحات اهلوية بتتغنى بتألق حسام عبد المجيد؟ بابراهيم عادل؟ بمحمد شحاتة؟ بمحمود صابر؟ بأسامة فيصل؟ مفيش. فانتم ليه قوي عاملين زي الوز حنية بلا ليه كده؟ وحمزة علاء والحارس ده صفحات زملكاوية. انتم عندكوش كرامة ولا عندكم دم. العين بالعين يا ابني والسن بالسن والبادي اظلم، زي ما هم بيعملوك عاملهم، زي ما السوشيال ميديا بتاعتهم بتتعمد تضايق الزملكاوية، انا هنا بتعمد اجيب حق الزملكاوية. بحاول. مفيش حاجة اسمها اصل نتكلم بحياد ومهنية لما انت تبقى كويس. نتكلم بحياد ومهنية لما تلم لجانك. فصراحة صفحات الزملكاوية حاجة يعني مزرية. طيب برضو بخصوص المنتخب، معلش عاوز اقول حاجة مهمة، هي بخصوص المنتخب والزمالك. امبارح مهيب عبد الهادي هو زملكاوي، ولكن هو عارف من اين تؤكل الكتف. اي واحد زملكاوي مش هياخد حقه لا في السوشيال ميديا ولا في اعلام. بيتداس علينا بالجزم، بيتداس علينا بالجزم. وانا عارف انا بقول لك ايه، يعني انا مش عايز اقول لك مين كلمني وانا رفضت اطلع، يعني انا مش عايز اتكلم في امور معينه اقسم بالله ما هتصدقه، ولكن فعلا احنا كزملكاويه مش واخدين حقنا. مهيب بيعرف من اين تؤكل الكتف، طالع بيقول لك ايه بعد تألق ميكالي ورجالة ميكالي ولعيبة المنتخب. بيقول لك نادي مصر جماهيري كبير فتح خط مفاوضات مع ميكالي. مين النادي المصري الجماهيري الكبير؟ زمالك واهلي. في اسماعيلي ومصري واتحاد، ولكن ما يقدروش يدفعوا راتب ميكالي. فاذا طب الاهلي معاه كولر ونادي مستقر. حلو. ومعاه الاخضر وابو ناصر وابو عصام والدنيا ماشيه فل يعني. يبقى مين النادي الجماهيري اللي المدرب بتاعه الزملكاويه قبل الاهلاويه عمالين بيكسروا فيه الزمالك؟ اذا مهيب يقصد نادي الزمالك. كل مؤمن سليمان يسيب الشرطه العراقي، مؤمن سليمان قرب للزمالك. ميكالي يعمل ماتش حلو مع المنتخب الاولمبي ويصعد للدور قبل النهائي، ميكالي في الزمالك. محمد مصطفى لو خد شوية عيال صغيرة وراح كسب دورة مركز شباب الحبانية، محمد مصطفى مرشح لتدريب الزمالك. أي ضرب في استقرار نادي الزمالك، والضرب جاي ولسه الضرب أكتر الفترة اللي جاية عشان خاطر كأس السوبر الأفريقي، مش هيسيبوك في حالك، وأنت كزملكاوي بتساعدهم على الضرب ده. فمهيب الحاجة الوحيدة اللي بيقولها صح اسمه. الحاجة الوحيدة اللي بيقولها صح اسمه. فده بالنسبة لي مهيب الهبيل يعني. طيب تعالى ندخل في موضوع تاني، ولكن قبل ما ادخل في الصفقات بتاعت نادي الزمالك والامور بشكل عاجل اللي بتحصل خلال الساعات او اللي حصلت خلال الساعات الاخيرة في صفقات نادي الزمالك، عاوز اسأل حضراتكم سؤال. شفت واحد جه لعب في الزمالك يومين ولم يذكر، ملوش تاريخ، وراح لعب في الاهلي وبعد كده رموه، برضه ملوش تاريخ لا في اهلي ولا في زمالك، ولا حد بيفتكره ولا حد بيجيب اسمه. واحد كده اسمه مجدي طلبه، ما تعرفش جه امتى الزمالك ولا راح امتى الاهلي، يعني حاجه كده جه في غفله من الزمن ورحل في غفله من الزمن. بيقول لك ايه؟ بيقول لك امام عاشور افضل من زيزو واحسن لعيب في مصر. ده تواصل ضرب على زيزو. طب امام عاشور في الاولمبيات؟ لا. طب ما تدعم المنتخب بتاعك وتدعم اللعيبه. لا، انا هقعد اطبل لامه. اللي مين امه؟ تاني اصلا انا عندي حرقان من امه، فمش هبطل كلام عليه الا لما الحرقان يروح. هل امام عاشور في الاولمبيات؟ لا. طب ما تدعم يا ابني منتخب بلدك وادعم لعيبه بلدك. لا، احنا هنا هنطبل لامه، انا هنا خدام امه. اللي شتم الاهلي وشتم جماهيره وشتم رموزه وقال عليهم الفاظ، والصبح امام عاشور مش عاوزينه واحنا جامدين قوي وعندنا كرامه عشان صالح سليم، بالليل امه الحراق امه المشطشط.
وخد من ده كتير، خد من ده كتير. طب بالله عليكم، امبارح زيزو هو نجم اللي. هل لو كان امام عاشور بدل زيزو كان ايه اللي حصل؟ ده امام عاشور في الدوري بيقع وقعه ما احلاها هذه الوقعه، لقد سقطت العباءه، عشان وقع وقع الكف على وشه. هو امام على طول مع الاهلي، هو امام لعيب كويس مش وحش، ولكن لما كان مع الزمالك، انما مع الاهلي ما جابش يعني تمن مستواه. امام عاشور يقع، ما اجمل الوقعه يا امام. امام عاشور مش عارف الكوتش يتقلع منه ولا الستارز يتقلع منه. الستارز بتاع امام هاخده احطه ببقي عشان يبقى طعمه جنان. تطبيل لامام عاشور في الدوري غير طبيعي، تطبيل تطبيل تطبيل، وصوره بتنزل وحاجه ايه، حاجه الاجه. ده اللي شتمهم، ده اللي مسح بكرامتهم، جاب فرشه البلاط كده عارفها ومسح بكرامتهم الارض وشتم رموزهم وهنهم وشتمهم وهتك يدعك مسكهم دعكم الواد ام الحراق المشطشط، ورغم كده بينزلوا صوره وفرحانين. وعارف انت الليمبي لما كان في الحبس وعامل كده، لما كان بيتصور في الصوره بتاعت السجن دي، هم صوره امام كده يقعدوا ام الحراق المشطشط في الدوري. طب لعيبه مشرفاك في الاولمبيك جيمز عادي خالص، عادي خالص، ولا في صور زيزو ولا النني ولا اي حاجه. انما احنا ننزل صوره امه ونجيب الجزمه بتاعته احنا كاهلاويه نحطها على راسنا كده اللي هزقنا، ما هنجيب جزمته نحطها على راس. طويل العمر يطول عمره، هاي هي سيدي امه، سيدي امه هيعملوا له مقام في العتبه ويقعدوا يلفوا حواليه كده، سيدي امه اعلو هبل اعلو هبل سيدي امه. هما كده دي كرامتهم. وعصام الحضري قال عليهم ما عندهمش مبادئ ولا كرام، عصام الحضري قالها. وطلع الواد مجدي قفشه يا عيني برضو انفجر، انفجر محمد مجدي قفشه، وما يقول لك انت محروق. طب وقفشه محروق؟ عصام الحضري محروق، كل الناس شايفاكم ما عندكوش دم ولا كرامه، وانتم الوحيدين اللي شايفين الناس كلها مع يعني محاريق، وانتم اللي الله العظيم ده انتم عايزين بتاع اللي هي بالكهرباء دي. طيب ندخل على الزمالك. امبارح كان محمد عبد المنصف قال كلام مهم. محمد عبد المنصف هو كان في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ومحمد عبد المنصف قريب من الجهاز الفني وقريب من عبد الواحد وقريب من احمد مجدي كان زميلهم. لما يطلع محمد عبد المنصف يقول عواد سيرحل نهايه الموسم عن الزمالك، وافضل بديل له هو احمد نادر السيد، وهو حارس ذو امكانيات كبيره ومبشر ومشروع حارس كبير، يبقى كده محمد عبد المنصف بيعلن نهايه محمد عواد مع نادي الزمالك. مفيش مشاكل، عقده انتهى، بيرحل، هو طالب رقم، احنا مش قادرين ندفع الرقم ده، خلاص يا دار ما دخلك شر. اتمنى من اداره نادي الزمالك ذو الخطوة البطيئة، مجلس إدارة نادي الزمالك ده مجلس ذو الخطوة البطيئة، بيتحرك مثل بيض الجمل. أتمنى نحاول إن احنا نشوف مستوى أحمد نادر السيد، نحاول إن احنا نتكلم مع والده، هل في شروط جزائية لو خدناه من باوك اليوناني؟ هل ما فيش شروط جزائية؟ ده لعيب راح البرتغال وبعد كده راح اليونان، فلعيب عقليته كويسة، ونادر السيد أبوه برضو احترف وراجل عقليته كويسة. هل نشوف أحمد نادر السيد ويمضي عقد جديد ويكون موجود مع محمود الشناوي اللي بالمناسبة عمل ماتش حلو قوي امبارح، بس احنا طبعا مشغولين في منتخب مصر فالولد اتظلم. يعني أفضل مباراة لمحمود الشناوي كانت امبارح قدام الجونة. الولد أنا شفت له الملخصات، الولد شال جوان جامدة. فهل ممكن نعتمد يبقى عندك ثلاث حراس صغيرين وياخدوا؟ ما انت عندك حمزه علاء اهو متالق، وعندك مصطفى شوبير، وعندك محمد صبحي، فخلاص بقت حراسه المرمى مش بالسن. هل تضم احمد نادر السيد مع محمود الشناوي وطبعا مع صبحي حارس اساسي وتبقى الدنيا كده خلصت؟ اتمنى اني مجلس اداره نادي الزمالك يتحرك بخطوه اسرع من كده ويشوف الملف بتاع حراسه المرمى، لانك مستحيل تدفع بقى 20 و30 مليون عشان تشتري حارس مرمى. لا، دول تشتري بيهم لعيبه، دول تشتري بيهم لعيبه. طيب
بمناسبة اللعيبة، مجلس إدارة الزمالك سمعت جات لي معلومة إنه صرف نظر عن التعاقد مع مظهر عبد الرحمن أو بلال مظهر عبد الرحمن اللي هو ظهر مع المنتخب الأولمبي مش بأفضل حالاته، فصرفوا النظر عنه واكتفوا بعودة حسام أشرف وإنه يكون موجود مع البحث عن مهاجم أجنبي. فطبعا صرف النظر عن بلال مظهر عبد الرحمن، دي طبعا حاجة كويسة لأن برضو العيد مش أفضل حاجة. عاوز أقول لك كمان في مفاجأة مدوية هقول لك عليها. امبارح كلنا شفنا، انا امبارح بقيت بشد في شعري ومصادري قالوا لي والله يا محمد الكلام ده قديم، انا ما بقتش مصدق ازاي الزمالك، معلومة مؤكدة ومش قادر اقول مين اللي قالها لي، ازاي الزمالك بيتفاوض مع سيراميكا وعلاقته كويسة بالاستاذ محمد ابو العينين وبطارق ابو العينين في سيراميكا كليوباترا، ازاي الزمالك علاقته كويسة وبيخلص في بيكهام، وازاي مرة واحدة بيكهام مدد عقده؟ ما هو بيكهام اصلا عقده ممتد، ايه اللي يخليه يمدد عقده وهو اصلا مش فاضل له سنه وكده، ده فاضل له سنتين او ثلاثه كمان والدنيا. فوجئت بحاجه مفاجاه من العيار الثقيل، بيكهام مجدد عقده في بدايه هذا العام مع سيراميكا كليوباترا. الصوره دي من 7-8 شهور اللي هو جدد مع سيراميكا كليوباترا. ومين اللي نزل الصورة دي او مين اللي قال الخبر ده؟ احمد شوبير. ليه احمد شوبير قال الخبر ده؟ لان انتقال بيكهام للزمالك هيسبب حرقان لكثير من جمهور الاهلي. احمد شوبير هو اللي نزل الصورة دي عشان يضايق جمهور الزمالك ويبوظ الصفقة على جمهور نادي الزمالك. اللي انا عارفه واللي انا متأكد منه ان نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع احمد رمضان بيكهام. نادي الزمالك عرض 3 لعيبة على سيراميكا كليوباترا، يا اما ياخدوهم كلهم يا اما ياخدوا لعيب او 2 ويبقى في مقابل مادي. مين هم الثلاث لعيبة اللي معروضين على سيراميكا كليوباترا؟ 2 مهاجمين، ناصر منسي وسامسو، واللعيب الثالث هو سيد نيمار. رغم ان ناس بتقولي نيمار عمل ماتش حلو امبارح قدام الجونة، ولكن نيمار يعني برضو لسه انت محتاج عليه شوية، فاتمنى برضو اللعيبة تطلع اعارة. ممكن ناصر منسي وسامسون بيع ما عنديش مشكلة، انما نيمار اعارة. فنادي الزمالك حطت الثلاث لعيبة دول قدام سيراميكا كليوباترا عشان احمد رمضان بيكهام لسه المفاوضات شغالة، رغم ان انا كمحمد مش عاوز يعني صفقات كتير، انا عاوز وينج شمال وراس حرب، ولو تقدر تجيب لي باك شمال تمام. جوناسان المفاوضات ماشيه بشكل كويس مع الزمالك، ولكن الزمالك عنده بطء برضو، انا بقولها الزمالك عنده بطء. الزمالك بسبب البطء ده لسه صفقه بيكهام لم تحسم. الزمالك بسبب البطء ده جات لي معلومه ولازم اقولها لكم، ان في تراجع حصل او هيحصل من نادي طلائع الجيش للصفقه بتاعه يسري وحيد. نفس الكلام حرس الحدود بيتراجع عن صفقة محمود ممدوح، مهاجم اللي هيوقع للزمالك او وقع للزمالك ومنتظرين المفاوضات مع حرس الحدود. فايه السر اللي بيخلي الاندية بعد ما تتفق مع الزمالك تتراجع زي عمر الساعي؟ عمر الساعي برضو كان الزمالك دخل فيه شوط كويس، هوب مرة واحدة الزمالك رجع. فايه اللي بيخلي الزمالك يرجع؟ طب ايه اللي مخلي الزمالك واشرف بن شرقي لعيب فريق الزمالك متاخر قوي في حسم الملف ده؟ ليه في جاب كبير ما بين التفكير وتنفيذ القرار؟ مش عارف، تحس في ازمه عند مجلس اداره نادي الزمالك. قلنا وبنقول، انا بقول لك وفي اكتر من لاعب، انا مش عايز اتكلم دلوقتي يا فندم، الزمالك بيتفق وبعد كده بيحصل تراجع، ايه السر؟ انا ما اعرفش. ايه السر؟ انا ما اعرفش. ان حرس الحدود يتراجع من الصدفة، ان طلائع الجيش يتراجع من الصدفة. يعني سيراميكا هو امبارح تم الاعلان عن بيكهام اللي مجدد من 7 شهور، وطبعا سيراميكا مش هيطلع ينفي. ليه؟ لان كل لما بيكهام يقعد فترة او يتم الاعلان ان بيكهام قاعد كتير مع سيراميكا ده بيزود سعر اللعيب. فسيراميكا الموضوع جه على هوا بتاع شوبير اللي كان عاوز يبوظ الصفقة على الزمالك، ولكن انا بقول لكم بيكهام موقع من اول السنة،
من شهر واحد او شهر اتنين. ده بيكهام وشكري، مش بيكهام بس، محمد شكري اللي عنده صليبي. فاتمنى يا جماعه الموضوع سهل جدا والله العظيم، انا هي مش روشته ولكن الموضوع سهل جدا. تعاقد يا فندم مع لجنه كوره، وتعاقد مع واحد مدير تعاقدات بيعرف يتعاقد وبيعرف يخلص اي ديل. بعد اذنك يا فندم ما تجيبليش محمود ممدوح ويسري وحيد. عاوز تجيب يسري وحيد ما تجيبش جوناثان، جبت جوناثان ما تجيبش يسري وحيد. انا بقول لك اهو، انا بقول لك اهو، هات صفقه واحده باك شمال مع فتوح اللي اصاباته كتيره، هات باك شمال يا فندم زي جوناثان، هات لي اشرف بن شرقي يا فندم، هات لي اليو باجي يا فندم. هما ثلاث صفقات والله العظيم بالكيف مش بالكم، هما ثلاث صفقات هاتهم لي، وفي يناير يبقى حلها حلال، نشوف بقى جالنا فلوس ما جالناش فلوس، في يناير يحلها حلال. انما كده يا فندم حضرتك بتضيع وقت على الفاضي، حضرتك بتضيع وقت على الفاضي. بالمناسبه هقول لكم خبر بيضايقني انما هقوله، الاهلي او كولر بعد ما يحسم الدوري هيدي اللعيبه فتره راحه لغايه اول شهر 9 عشان عاوز يريح اللعيبه بتاعته، وقال لهم اطلعوا اتفسحوا وسافروا، روحوا مصايف، اخرجوا بره مصر، روحوا المالديف، روحوا مدن لبنان، روحوا اي حته، روحوا اي حته. احنا كنا عاوزين نعمل كده مع لعيبتنا بدري شويه، انما الجمهور المحنك لا المركز الثالث حبيبي نلعب بالاساسيين، اسم نادي الزمالك، قيمه نادي الزمالك، بتنجان مخلل بتاع نادي الزمالك. ادي كولر اهو قدامهم ماتش او اتنين هيحسموا الدوري ثم يديهم اجازه، قال لهم ما اشوفكمش الا اول 9. المفروض نادي الزمالك يعمل كده، المفروض نادي الزمالك يعمل كده. لا في مسلوسي بقى ولا عمر جابر ولا فتوح ولا جزيري ولا مصطفى شلبي ولا كل اللعيبه دي ولا دوجه ولا ناصر ماهر ولا عبد الله السعيد، اللعيبه الاساسيين دي كلها اللي هم الاساسيين، اطلعوا سافروا وتكمل يا باشا بقيه الدوري يا باشا بالصف الثاني، وبقى تلعب بناصر منسي، تلعب بسامسون، تلعب لي بروقة، تلعب لي بمهاب ياسر، تلعب لي بعاطف، العب لي يا فندم باحمد رفاعي، باحمد مجدي، الشناوي خليه يلعب كتير، محمود الشناوي، العب لي يا فندم بدول، هم دول اللي يلعبوا. ولو في كاس مصر لو ما اتلغاش وهيتلعب العب لي بدول. انا عاوز يا فندم، مش عايز اشوف اللعيبه من اول 9، مش عايز اشوف اللعيبه يا فندم من اول 9 خلاص، مش عايز اشوفهم، عاوز اللعيبه تاخد راحه، عاوز اللعيبه تريح، ينسوا الكوره، يفصلوا شويه عشان لما يرجعوا يرجع جعان كوره. ليه المدربين الاجانب لما بيدوا اللعيبه راحه بيقولوا اطلع انسى الكوره، ما تتفرجش على كوره ولا تلعب كوره، اطلع اتفسح مع اولادك، اركب اليخت، اركب الموزه في البحر، اعمل اي حاجه. انما مات ليه؟ هو المدرب مش بيعمل كده ان هو مجنون، هو عاوز اللعيب يشتاق للكوره، يرجع جعان كور، عاوز يتدرب، عاوز يلعب، نفسه مفتوحة. فيا فندم ادي اجازات للعيبة يا فندم، وناخد مركز عاشر يا فندم. فاتمنى من مجلس ادارة نادي الزمالك يكلم المدير الفني، ويا ريت جوميز يسيبه من شغل الشوش يعني السوشيال ميديا اللي هيضيعه. ادي اللعيبة راحة وما تشوفهمش الاول 9. ويا فندم ثلاث صفقات، جوناثان، بن شرقي، و اليو بادجي مع المسلوسي والجزيري، ادي كده الخمسه الاجانب بتوعك، شكرا، ما نشوفكوش في حاجه وحشه، وندخل السوبر افريقي كويسين. دي وجهه نظري يا فندم، دي وجهه نظري يا فندم. طيب عاوز اقول لكم يعني كم خبر كده سريع. شوبير بيكلم المعلق الجزائري اللي كان بيعلق على مباراة مصر على احد القنوات الجزائرية اعتقد، يعني شوبير بيقول له كلمات الشكر لا تكفي للمعلق الجزائري الرائع حميد البراوي، شكرا يا عم حميد يا جميل. ده احمد شوبير عنده ازمة، عنده ازمة مع كل ما هو زملكاوي، عنده حرقان والتهابات مع كل ما هو زملكاوي. شوبير بيقول كده ليه؟ شوبير بيقول كده عشان خاطر اللي كان بيعلق على مباراة مصر معلق زملكاوي محترم اسمه محمد فوزي، معلق جميل. انما من الحرقان اللي عند شوبير
راح يجامل في معلق جزائري ويتجاهل المعلق المصري المحترم محمد فوزي، راجل مهني لا بيغني الأندية ولا بيطلع يدافع عن أندية ولا بيقول الأهلي كبير الأهلي كبير والتاني وادي كرة عرضية. ما محمد فوزي معلق محترم مش زي الدلاديل اللي عندنا. فشوبير طالع التهابات التهابات، ان في احمد الطيب، ان في حاتم بطيشة، ان في محمد فوزي، ان في بلال علام، التهابات. تعبان تعبان يا همام تعبان. ده احمد شوبير. علاء عبد العال ليه تصريح رزل، مش علاء عبد العال، لا التصريح اللي رزل، بيقولك اللي عمله جوميز ده مش عدل، ازاي يلعب قدامنا بالاساسيين وقدام المقاولين بالناشئين؟ يجي الراجل يلعب الناشئين انت ازاي بتلعب بالناشئين وسايب الاساسيين؟ يجي لعب الاساسيين انت ازاي بتلعب الاساسيين وسايب الناشئين؟ جحا جحا والحمار جحا والحمار. يلعب كده مش نافع، يلعب كده الاسماعيلي نلعب بالناشئين الاسماعيلي يزعل، نلعب بالاساسيين علاء عبد العال يزعل. طب نعمل لكم ايه؟ اولا لا انت ليك دعوه ولا انت ليك دعوه، انا حر يعني، انا حر البس تيشيرت فاتح انا حر، البس تيشيرت قط انا حر، انت مالك انت؟ العب بالناشئين انا حر يا اخي، العب بالصف الاول انا حر يا اخي، بشوف لعبتي وعايز اجرب انت مالك؟ بجد حاجه دمها رزل والله العظيم، حاجه يعني حاجه قميئه بجد، انت مالك؟ العب بالناشئين ان شاء الله العب بفريق 2022 بجد انتوا مالكم؟ عاوز اقول لك ان، هل تعلم ان امين عمر بعد انتهاء مباراة الاهلي اللي فاتت مع البنك الاهلي، اعتقد هو كان الحكم يلي الماتش اللي فات الماتش اللي قبليه مش فاكر، بس المعلومة جات لي ان امين عمر راح يبارك لحسين الشحات ورامي ربيع على الفوز وهو كان حكم، مش متذكر الماتش اللي فات ولا اللي قبليه. دي الكرة في مصر. والتاني جايب مراته وعياله، انزل يلا انزلوا اتفرجوا اتصوروا مع عمكم امام اللي شتم جمهور الاهلي. ايوه يا حبيبي هو ده اللي شتمنا يا حبيبي، ده اللي شتم ستك اللي هي امي اللي انا ما راضي انها تتشتم لغايه دلوقتي من امام، هو ده بقى اللي شتم ستك يا حبيبي. ونزلوا اتصوروا مع امام عاشور والتاني بيبارك للاعيبه الاهلي. وتقول لي كره. اخر خبرين، وسام بو علي في اكتر من نادي سعودي حاطط عينه عليه، ونادي قمه في الدوري السعودي، هل بقى الاهلي هيتنازل عن وسام بو علي ولا لا؟ الخبر الثاني، جمهور شتوتجارد كان في كلام ان شتوتجارد عاوز مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، ولكن جمهور شتوتجارد مش عاوز مصطفى محمد. هل مصطفى محمد مستوى وحش؟ لا. هل اصاباته كتيره؟ لا. هل هو لعيب مش كويس؟ لا. طب ايه السبب اللي مخلي جمهور شتوتجارد مش عاوز مصطفى محمد؟ هو سبب غريب جدا، ان مصطفى محمد لا يدعم السيكو سيكو، لا يدعم العجل، وفهموها انتوا زي ما تفهموها، مصطفى محمد مش بيدعم العجل، العجل اللي هو اللي انت بتركبه ده، ما في راجل بيركب عجلة اهو، مصطفى محمد ما بيدعمش السيكو سيكو، ما بيدعمش الالوان، ما بيدعمش العجل، فهم عاوزينه يدعم العجل، عاوزينه يبقى عجلة زيهم، فاحنا مش عجل، احنا مش عجل، انتوا عجل بتركبوا العجل هناك، انتوا احرار، ولكن احنا مش عجل، تركبوا بقى عجل، تركبوا حاجات تانية، انتوا احرار، احنا هنا ما بنركبش عجل. فده بالنسبة لمصطفى محمد. كل الدعم نادي الزمالك، كل الدعم لأحمد سيد زيزو نجم المنتخب الأولمبي اللي هنفضل ندعمه وهنفضل دايما بنتكلم عليه بشكل كويس. ما شفتش قناة فضائية اتكلمت على زيزو، ما شفتش خارية برطمان طلع عمل حلقة على المنتخب واحتفل بالمنتخب، ما شفتش اي حاجة، ما شفتهمش طلعوا انتقدوا زي ما بينتقدوا زيزو، يعني انه ازاي تسلم على الوزير وانت قاعد، ما شفتش حد عمل حلقة على كهربا والقف احا وقال له عيب، ما شفتش حد عمل حلقة على حسين الشحات وقال له عيب انك تسب الدين ويعني ازدراء اديان وتضرب لعيب بالقلم، ما شفتش حد عمل كده، ما شفتش حد لما لعيبه الاهلي ضربت لعيبه بيراميدز في الامارات وبالشلاليت وقله الادب، ما شفتش حد طلع قال عيب، ما شفتش حد قال لي امام عاشور اللي اقتحم المول التجاري وضرب موظف غلبان ومحدش بيتكلم على الموضوع ده، ما شفتش حد قال عيب، ما شفتش حد قال عيب على كل اللي بيحصل على اخو كهربا اللي كان لسه في قضيه
ضرب وتكسير عربيه بتاعت اللي هو مطرب المهرجانات ده رضا البحراوي، ما شفتش حد فتح بقه ولا قال تلت التلاته كام. احنا بس نتكلم على زيزو، تقطيع في زيزو، تقطيع في لعيبه الزمالك، انما لما الموضوع يكون في تيشيرت الاحمر بنقعد كلنا بنحط الجزمه ببقنا وما نقدرش نتكلم، لاننا دلاديل، لاننا خدامين، لاننا معرفين او معروفين، يعني ده قصدي ان احنا طبلين لنادي واحد. عاش نادي الزمالك، عاشت جماهير نادي الزمالك العظيمه. سعدت جدا بحضراتكم، ان شاء الله نتقابل دايما على خير وصحه وسعاده. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم. مع السلامه.